ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. طبعا انا عملت فيديو في سلسله جديده اسمها سلسله فضفضه، وقفتها او هو انا عملتها وسكت اصلا، والناس كلها كانت عاجباها السلسله دي وقالت لي كمل فيها. فيا صاحبي بص، في الفيديو ده فضفضه بقى، يعني انا هو انت طلبت مني حاجه انا عملتها. فين بقى سبسكرايبك يا باشا بقى ولايكك بقى يا الله؟ المفروض خلاص والله ما فيش بينا الكلام ده، ما فيش ان انا افضل اقول لك بعمل سبسكرايب والكلام ده. المفروض انت من نفسك كده اسمك تشوف كده ايه كريم، خلاص كده على اليوتيوب تيك سبسكرايب، خلاص ادعس السبسكرايب يا زلمه ادعس. النهارده فضفضه على الرايق شويه، فكنا ممكن النهارده نتكلم عن الحاجات الحلوه اللي معاك، او بمعنى اصح انك تركز على الحاجات الحلوه اللي معاك. فندخل على الانترو بعد كده نكمل. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كده بخير. لو مره تشوفني انا كريم عارف بقد مختلف السالو مش سبيكر، ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه، او نبدا على طول في الفضفضه بتاعتنا. في مقوله قديمه قوي كده بتقول انك لو فكرت لمده 21 يوم في اكتر 3 حاجات انت بتحبهم وراضي عنهم، فحالتك المزاجيه وحالتك النفسيه هتتحسن جدا جدا وهتبقى اسعد. يعني اللي مش فاهم ان انت لمده 21 يوم، لو انت فضلت في 21 يوم دول تفكر في 3 حاجات انت بتحبهم جدا جدا وراضي عنهم جدا جدا، فمودك او حالتك النفسيه هتتحسن جدا جدا. هو قشطه، المقوله حلوه جدا جدا، وانا من رايي ان احنا نجربها كل حاجه، بس في ناس اللي هي بعد ما بتجربها تقول لك ما جاتش معايا بفايده او ما لهاش لازمه اصلا، وزي ما انت ما قلت كده هي مقوله فقط ليس الا. ولكن لما جيت فكرت في المقوله دي بصراحه لقيت ان هي منقسمه لحاجات كتيره جدا جدا. سيبك من فكره ان انت تفكر في احسن حاجه عندك في ال 21 يوم والكلام ده، هي لو انت جيت بسيط اصلا فيها هتلاقي ان انت بتفكر في حاجه انت بتحبها جدا جدا 21 يوم وتكون راضي عنها. وهنا بقى الموضوع بتاعت الحلقه بتاعتنا النهارده، انك تكون راضي على الحاجات اللي في حياتك. انا مخبي وشي في نص المايك، وممكن المايك اصلا يقدم مكان الحلقه، يعني صاحبي انا المفروض انا المذيع. وهنا ننتقل لنقطه ان هل اصلا الحاجات اللي احنا مبسوطين منها هي اللي هي راضين عنها؟ يعني الحاجات اللي احنا مبسوطين منها قشطه، في حاجات كتيره جدا جدا احنا مبسوطين منها في حياتنا، ولكن بقى هل الحاجات اللي احنا مبسوطين منها دي احنا راضين عنها في حياتنا ولا لا؟ في فرق لما بكون انا راضي عن حاجه جدا جدا ومبسوط منها، وفي فرق لما بكون انا مبسوط بس بالحاجه عشان هي معايا ليس الا، لكن مش راضي عنها. زي مثال ان انت مثلا تكون مصاحب بنات كتيره جدا جدا، قشطه انت بتبقى فرحان جدا جدا ان انت مصاحب بنات ومصاحب مثلا البت دي عشان هي حلوه جدا والكلام ده، ولكن انت مش هتعمل حاجه جد معاها، فانت مش راضي اصلا عن العلاقه، او انت عارف ان انت بتلعب فانت في وقت معين من الاوقات هتخلع وشكرا جدا يا باشا، فانت كده مش راضي عن العلاقه. ولكن ده ما يمنعش انك مبسوط اصلا انك في حاجه زي كده. وما اعرفش ليه برضو الالم طلع في البتاع، انا مش عارف. ولو احنا اصلا مسكنا نقطه انك تبقى راضي عن الحاجه بتاعتك، فاحنا هندخل في موضوع كبير جدا جدا، وممكن الفيديو اصلا يعدي ساعه وساعتين لو انا كلمتك عن موضوع الرضا فقط، بس انك تاخد الحاجه اللي انت راضي بيها ولكن مش اللي انت مبسوط منها. وده بعد ما خدتها قدوه في حياتي، لقيت ان حياتي اتحسنت جدا جدا جدا، بعيدا بقى عن ال 21 يوم وبعيدا عن الثلاث حاجات اللي بحبهم والكلام ده. احنا بنتكلم على فكره الرضا، ان انت تاخد الحاجه اللي انت راضي عنها، مش تاخد الحاجه اللي انت هتحس ان انت مبسوط معاها وخلاص. قشطه، الانبساط حاجه مهمه جدا ولازم تختار حاجه انت تكون مبسوط معاها، ولكن ده ما يمنعش انك تكون راضي عنها. اذا كان لبس انت راضي عنه، اذا كان اكل انت راضي عنه، اذا كان شريك حياه انت راضي عنه، لازم لو انت بصيت في اي حاجه في حياتك هتلاقي ان انت لازم تكون راضي عن الحاجه اللي انت خدتها دي. لو انت مرضتش بيها او انت يعني مبسوط بيها لكن مش راضي بيها، هتلاقي ان مش هتحتاجها او مش هتستخدمها. وده بيدينا برده مثال زي اللبس، كتير جدا جدا بنلاقي لبس مثلا بنحس ان احنا لو لبسناه هنبقى مبسوطين جدا جدا، ولكن هو مش راضي عن اللبس اللي انا لابسه ده، ولكن بيخلي شكلي حلو فبلبسه مره في التانية، وبعد كده بيتركن عندنا ومش بنلبسه خالص غير كل فين وفين. لكن الحاجه اللي احنا بنبقى راضيين عنها جدا جدا بنلاقي نفسنا دايما بنلبسها، حتى لو كله بيقول عليها وحشه فاحنا برضو بنلبسها عشان احنا بنحب الحاجه دي وراضيين عنها. بس ده يبقى موضوع الفيديو، ممكن يكون فيديو خفيف شويه، انا هو دلوقتي باين قدامي اللي هو 6 دقايق ومش عارف بعد المونتاج هيبقى قد ايه، ولكن انا حسيت ان الفيديو ده ممكن يفيد ناس كتيرة جدا، وحسيت ان ده حاجة مهمة جدا جدا لسلسلة فضفضة بتاعتنا. وطبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي، ولو مش عامل فولو الانستجرام بننزل حاجات هناك حلوة جدا جدا جدا، انصحك انك تتابعها. وفي قناة تانية عندنا للجيمنج بنلعب فيها بيس 21 والعاب مختلفة كده، برضو روح برضو شوفها يمكن تعجبك. وكالعادة دوس يا كوتش، سلام عليكم. We'll be right back.
We'll be right back.